المتحف الوطني ينظم برنامجا ثقافيا للاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف تحت شعار متاحف للتعليم والبحث. أقام المتحف الوطني السعودي حزمة من الأنشطة تضمنت لقاءات وورش عمل مع مجموعة من الخبراء والأخصائيين والعاملين في مجال المتاحف. زميلنا بندر الحربي أعد لنا هذا التقرير، نتابعه من ثم نعود. يحتفل المتحف الوطني السعودي يوم 18 مايو من كل عام باليوم العالمي للمتاحف الذي يطلقه المجلس الدولي للمتاحف الآيكوم، حيث يحمل عنوان هذا العام المتاحف للتعليم والأبحاث، وذلك من خلال برنامج ثقافي متكامل على مدى يومين متتاليين ابتداء من 17 وحتى 18 من شهر مايو الجاري. كل سنة طبعا نزوره، لكن صادف أن اليوم العالمي للمتاحف. طبعا المتحف هذا واجهة لمدينة الرياض، وصراحة أي ضيف يجينا سواء من خارج المملكة أو من خارج الرياض، المتحف الوطني يكون من الوجهات الرئيسية. وصراحة احنا كسكان الرياض نفخر أن يكون المتحف الوطني كل سنة يتجدد. طريقة العرض للحضارة، طريقة الشرح للمعالم، وكمان شد انتباهي أول حاجة هو فيديو كده مبسط عن بدء الخلق والخليقة، وطبعا ده بيدي صورة للإسلام، اللي طبعا هنا في زوار كتير من جنسيات مختلفة، فدي طبعا بتدي انطباع للحضارة الإسلامية بشكل موسع. ويأتي هذا الاحتفال في إطار جهود المتحف الوطني السعودي لتقديم تجربة متحفية جاذبة وتأصيل دورها كمراكز للتواصل الثقافي والحضاري وتعزيز الوعي المجتمعي بطريقة تفاعلية مبتكرة. في برنامج ديرتنا بندر الحربي.